الجمع عاقل أو غير عاقل، بستخدم they. جميع أنواع الجمع عاقل أو غير عاقل بستبدلها ب they. The mouse is in the house. The mouse is singular. Singular مفرد غير عاقل. المفرد غير العاقل بستخدم له it. إذن هي للمفرد الغائب المذكر. They لجميع أنواع الجمع. أي كلمة جمع أستطيع أن أستبدلها بالضمير they. It للمفرد، للمفرد غير العاقل، للمفرد غير العاقل. Now نأخذ كمان أمثلة. سميرة is happy. Is happy. What pronoun can I use instead of Samira? ما هو الضمير الذي أستطيع أن أستخدمه بدل من سميرة؟